شغال؟ نعم سيدي. ما الذي أخركم هكذا في قتل سندباد؟ عذرا يا سيدي، لقد أخطأنا كثيرا بإرسال زعيم الدخان لقتله، وقد حبسته في قدر عبرة للآخرين حتى لا يتجرأ أحد مرة أخرى. لا أحب هذا. كيف ستقضون على سندباد وأعوانه؟ كن مطمئنا أنت يا سيدي، فلقد اتخذت التدابير اللازمة حتى لا نقع في الخطأ مرة ثانية. سندباد، ما العمل؟ إذا تقدمنا أكثر سنواجه الأشرار عاجلا أم آجلا؟ صحيح يا سندباد، ما الذي سيخلصنا من الوردة التي قد نقع فيها قبل بلوغ القصر؟ علاء الدين وياسمينة، ما بالكما؟ هل فقدتما الشجاعة والعزيمة؟ اسمعاني جيدا، سنستمر في التقدم حتى نلتقي هؤلاء الأشرار ونغلبهم. طبعا طبعا، وأنا لم أفقد أعصابي كما تقول يا علي بابا. ولما كان كلامك هذا إذن؟ أردت أن أقول إننا لا نعرف شكل الزعيم الأزرق ولا شكل الأشرار الباقين، هل فهمت؟ حسنا، وما هو هدفك إذن؟ لا تكن متسرعا يا علي بابا في المعارك، يجب أن تكون ملما بأطباع عدوك وطريقة تفكيره كي تنتصر عليه، ولا تترك له المجال في الحيل والمعارك كي لا ينتصر عليك. ولما تريد أن تشغل بالنا الآن؟ قل لي. ها؟ مهلا علي بابا، عم علاء الدين، أنا أفكر في الموضوع. وهل خطرت لك فكرة جديدة يا سندباد؟ لا، ولكني كنت أفكر بزعيم الدخان الذي وقف أمامنا وحده فقط. أنا رأيي أنه أغبى الأشرار قاطبة، لذلك أرسله لنا أولا وقبل غيره من الأشرار. قد تكون على حق، وهذا يعني أيضا أنهم يكرهون بعضهم البعض، أليس كذلك؟ أنا أعرف أن كل واحد منهم يعتقد أنه الأقوى والأذكى. رأيي أنه يجب استعمال هذه النقطة لصالحنا حتى نتغلب عليهم. كنت أعرف أن زعيم الدخان لن ينجح لأنه جبان. أنا ذاهب الآن للانتقام منهم جميعا. كفاك كلاما أكبر منك، ماذا يمكنك أن تفعل ضدهم؟ أنا الذي سيهاجمهم الآن، أنا الذي سأفعل. أنت الآن تثرثر، تتكلم وكأنك لا تعرف شيئا عن قوتي العظيمة. أضحك عندما أسمعكم وتتشاجران هكذا، خصوصا وأن سندباد سبق وهزمهما. أنا وحدي أستطيع أن أؤدبه وأنتقم للجميع. أنت مجنون مجنون. ابقى بعيدا عني يا زعيم النار، إذا اقتربت صببت عليك الزيت. حاول، إما أنتصر وإما أنت تنتصر، ولننهي هذا الموضوع الآن. حسنا كفى، كلما دخلتما في نقاش انتهى الأمر بالعراك. أنا سأهزم سندباد. لحظة، زعيم النار، زعيم الجليد، زعيم الزيت. نعم أنا أعرف مقدار قوتكم، ولكن إذا استمريتم في المشاجرة فلن تنتصروا أبدا على سندباد. زغل على حق، على كل بينما تنتهون من المشاجرة سأذهب أنا لمجابهة عدونا سندباد. قف أيها الزميل، لا تنسى أني هنا أيضا ولي ثأر على سندباد. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ أنت بطيء جدا ولن تصل إليهم قبل حلول الظلام. اسكت أنت، أراك لا تعرف عن مدى قوتنا شيئا. مرة أخرى اهدأوا، زعيم الجليد، زعيم الزيت الأسود، زعيم النار، أطلب منكم أنتم الثلاثة أن تهزموا معا سندباد وأعوانه. ولكن إذا فشلتم هذه المرة فإن غضب الزعيم الأزرق سوف يفوق كل حدود، وعليكم إذن أن تعملوا حسب تعليماتي، وكما تعلمون هي طبعا تعليمات زعيمنا. اسمعوا إذن جيدا خطة المعركة. Thank you.
ياسمينة، لا أثر لأي بقرة. رأيتها جيدا. ربما رأيت خيال أحد الجمال. ولكن الجمال مربوطة، فكيف تقترب من الخيمة؟ ها؟ هذا أنت؟ هل تذكرتني يا سندباد؟ أنت أيضا من الأشرار؟ سندباد، سوف أقتلك من أجل زعيمنا الأزرق. سندباد، هذا أنت أيتها الشرير. خذ. اللعنة، إذا قبضنا على هذه الشريرة سنعرف منها كل شيء. لا تدعوها تفلت. لقد وقعتم أخيرا في الفخ. هذه منطقة الزعيم الأزرق، ولا يمكن لأحد أن يدخلها ويساعدكم. زعيم الجليد، سأتركك الآن معهم. سندباد، سوف أقتلكم جميعا الآن. هذا زعيم الزيت. نحن لا نقدر على هؤلاء الثلاثة، دعنا نهرب من هنا يا سندباد. كلا، لن نستطيع الآن، لن نستطيع. سندباد، تسرني رؤيتك من جديد. لي الشرف أن أقتلك. أسأل نفسي، من سأقتل منكم أولا؟ حسنا، سأجرب هذه الحيلة، قد تنفع. هاي أنتم، ما بالرغم من ضخامة جسمكم أنتم جبناء، تهجمون ثلاثتكم، فليتقدم الأقوى فقط. ما طبعا الأقوى هو أنا. لا تصدق، الأقوى أنا. اهربوا بسرعة. لا تدعهم يهربوا. توقفوا عندكم. لا، لن أدعكما تقبضان عليهم وحدكما. سأحولكم إلى جليد. كلا، أنا سأحرقكم. اسكتا، سأحولكما إلى حجارة سوداء. تريد أن تسبقنا؟ تبا لك. استسلم. أنت
نجحنا. الآن نهرب. لقد خلعونا ولكن لن يهربوا مني أبدا. هذه نهاية الطريق. دعنا نركض على الشاطئ. هيا بنا. هيا. خذوا. أنا أذكى من الآخرين، أليس كذلك؟ هل ما زلتم تريدون الهرب؟ هل ما زلتم تريدون الهرب؟ هل أنت بخير؟ عمي علاء الدين. يا إلهي يا رب العالمين أنقذنا يا الله. والآن الضربة القاضية. الحمد لله إنه المطر. المطر. كلا إنه ماء البحر. ماذا؟ حقا هذا مطر مالح. إنه الحوت الكبير. اللعنة أنا لا أطيق ماء البحر. اللعن عليك يا سندباد. سندباد حرية البحر. أنت دعوت الحوت الكبير؟ نعم وأنا مسرورة أنه أنقذكم. شكرا لحرية البحر. لقد نجونا بفضلك يا حرية البحر. شكرا لك. على فكرة أين صخر وعمليق؟ أرسلت طيور النورس في طلبهم ولكن للأسف. للأسف. سندباد يبدو أننا سنواجههم وحدنا ودون مساعدة. ليس لنا خيار آخر. هذه مشيئة الله عز وجل. لنتكل على الله. سندباد كأنني أرى شيئا في الأفق. لا بأس لنتابع السير. Ah!
ماذا؟ اهربوا. أنت زعيم الصحراء. أخيرا جئت يا سندباد. سأقتلكم جميعا من أجل الزعيم الأزرق. سأقتلكم جميعا. وأنا كنت أنتظرك أيضا يا سندباد. لقد أهنت الزعيم الأزرق أكثر من اللازم، واليوم سوف ترى نتيجة كل هذا. زعيم الحجارة. اهربوا. إياكم أن تهربوا. لا فائدة لكم من مقاومتي. سأقتلك أنت أولا. الآن جاء دورك. اتركونا اتركونا. الآن سوف يفرض قلب الزعيم الأزرق. عميق. العملاق. أنت قادم لأجدادنا. أخيرا وصل. اقتل هذا الولد اولا. حسنا. أسأل أن الله كان في عوننا سبحانه وتعالى. لابد أنه قصر الزعيم الأزرق. الآن معنا صخر وعمليق والعملاق، فلن نخشى الآن الزعيم الأزرق. هذا صحيح، لنهجم